بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأرسل رسوله بالهدى والدين الصدق فجعل مسك ختامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله سبحانه وتعالى بعمره فقال العمر فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتلوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافلين. بادئ لبدء أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع إخواننا القائمين على هذا المسجد المبارك وأخص بالذكر منهم صاحب الفضيلة الشيخ بلال على هذه الدعوة التي وجهها إلي لأحظى بلقائكم مرة أخرى ليكون حديثنا عن حبيبنا وسيدنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وذلك من خلال شرح حديث أم معبد وما اشتمل عليه من ذكر أوصاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الظاهرة. إن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مما تتعطر به الأنفاس وتزكو به القلوب وتطمئن إليه الأفئدة، وكيف لا يكون ذلك وهو حديث عن جوهرة الكمال وسيد الرجال صلوات الله وسلامه عليه، كيف لا يكون ذلك وهو حديث عن خير من وطئت قدمه الثرى صلوات الله وسلامه عليه، حديث عمن زكاه الله سبحانه وتعالى في غير ما آية في كتابه زكاه في عقله بقوله والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، فزكاه في عقله وسلوكه، ما ضل صاحبكم في عقله وما غوى في هديه وسلوكه، كما زكاه سبحانه وتعالى في نظره وبصره فقال سبحانه وتعالى ما زاغ البصر وما طغى. وهذه من الآيات التي دلت على عظيم أدبه مع ربه سبحانه وتعالى حين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى في عالم الملكوت لحسن أدبه مع ربه لم يلتفت إلى غير مولاه، فقال عنه الله ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ يمنة ولا يسرى ولا تجاوز الحد قيل والملا. زكاه سبحانه وتعالى في منطقه ولسانه فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكاه سبحانه وتعالى في قلبه وفؤاده ويقينه ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في صاحب سره والنازل بالوحي على قلبه فقال تعالى علمه شديد القوى. زكاه وزكاه
ومن كل عيب برأ زكاه سبحانه وتعالى كله، فقال نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآيات من فواتح سورة القلم، آيات عظيمة في دلالتها، فإن العظيم سبحانه وتعالى وصف خلق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بأنه عظيم، وهذا عجيب، لأن العظيم هو من يتضاءل كل شيء أمام عظمته. العظيم لا يعظم عنده شيء عادي، لا يعظم شيء عنده أمامه، لعظمته وجلاله كل شيء يتضاءل أمام عظمة العظيم سبحانه وتعالى، والله موصوف بالعظمة ومن أسمائه الحسنى العظيم، كما في آية الكرسي وهو العلي العظيم. العظيم في عليائه عز ثناؤه وجل جلاله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خلق من خلقه، هو الذي خلق وبرأ وذرأ، يقول له وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، حتى تعرفوا عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. آيات كثيرة مدحت النبي صلى الله عليه وسلم وعظمت من شأنه ورفعت من قدره، ولعلنا نعرض لذكر بعضها لما نتكلم عن بعض من حقوقه عليه الصلاة والسلام. فمن حقه على أمته تعظيمه وتعزيره وتوقيره. آيات كثيرة مدحت النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنها قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. تأملوا وتدبروا وتفكروا كيف نزل الحق سبحانه وتعالى بيعة نبيه صلى الله عليه وسلم بمنزلة بيعته. لولا أنه قرآن يتلى لما تجرأ أحد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا المدح، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هذا شيء عجيب يحير الألباب. قلت لولا أنه وحي من الله لما تجرأ مخلوق أن يثني بهذا الثناء، فالله يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، تعظيما لتلك البيعة ولتلك الصفقة، هو مجاز بلا شك. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، زين، يد الله فوق أيديهم، مع أن اليد التي بايعت هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى عظم من شأن هذه البيعة فقال يد الله فوق أيديهم. فلولا أنه وحي من الله سبحانه وتعالى لما كان لأحد أن يثني بمثل هذا الفناء، وأن يعظم سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم مثل هذا التعظيم. مدحتك آيات الكتاب فما عسى يثني على علياك نظم مديحي، وإذا كتاب الله أثنى مفصحا كان القصور قصار كل فصيح. مدحناك والأمداح فيك كثيرة، ولكن كثير المدح فيك يسير، عباراتنا شتى وحسنك واحد، وكل إلى ذاك الجمال يشير، صلوات الله وسلامه عليه. وقال لسان الدين بن الخطيب رحمه الله يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق، أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. آيات بينات رفعت من شأن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي القراءة من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. ومن أسماء الله تعالى الحسنى الرؤوف الرحيم، وهو رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. أثنى عليه بأن شرح صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك بوجوه من الرفعة، بوجوه كثيرة من الرفعة. ومن ذلك أن اقترن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه ومولاه في كل يوم حين ينادى للصلوات الخمس. أي تشريف مثل هذا التشريف؟ في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا من المعاني ورفعنا لك ذكرك. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: فضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه في المال أعلى أجمعين. زكاه سبحانه وتعالى بأن لفت الناس إلى رضاه: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بشارة من الله له أنه سيرضيه، أنه سيرضيه في أمته ولن يسوها. إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوها. ومن ذلك قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالحديث عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ذكرنا هو حديث عن أكرم خلق الله على الله. لقد انعقد الإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة، على أن أفضل المخلوق على الإطلاق، أفضل ما خلق الله تعالى على الإطلاق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق كما في أنظامنا المأثورة، وأفضل الخلق جميعا أحمد صلى عليه الله نعم السيد عليه الصلاة والسلام. قال في الإضاءة: وانعقد الإجماع أن المصطفى أفضل خلق الله، والخلف انتفى، وما نحى الكشاف في تكوير خلاف إجماعه والتنوير، فاحذر لغير منعه سماعه واتبع السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق، وكيف لا يكون كذلك وقد قال: حبر الأمة وحبرها، ترجمان القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما خلق الله ولا ذرأ ولا برأ نسمة أكرم عليه من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما سمعت القرآن أقسم بعمر أحد إلا بعمري. فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله يقسم بعمره يقول له: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. في ذلك يقول بعض شيوخنا والمقدمة له التي قدمت بها، قال أحد شيوخنا: فأكرم بعمره، أكرم بهذا العمر، أكرم بهذا العمر الذي أقسم الله به. قال: فأكرم بعمر كل أطواره أنوار، تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزاحة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المصعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاللهم صل وسلم وبارك وأنعم على صاحب هذه الشريعة الغراء الطاهرة الميمونة المباركة العصماء
صلاة وسلاما دائمين ما اختلف الملوان وما تعاقب الدهر والزمان. امين اللهم امين. في هذا اللقاء نتناول جانبا من جوانب العظمة والكمال في سيد الرجال عليه الصلاة والسلام. جوانب الكمال والعظمة في رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من أن تحصر. ونحن نتناول في هذا المجلس جانبا يتعلق بصفته الظاهرة صلوات الله وسلامه عليه. لأن معرفة صفته الظاهرة مما يزيد في الشوق إليه ومما يحبب النفوس به ومما يلهب المشاعر شوقا للقائه عليه الصلاة والسلام. وقديما قال الأشياخ: فبأخلاقه تخلق وبه تعلق عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا بأن من حقوقه صلوات الله وسلامه عليه على أمته محبته. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة المحبة، وسيأتينا تفصيل ذلك من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين من حديث أنس. مما يزيد في محبته ويعلق القلوب به شوقا إليه معرفة كيف كان عليه الصلاة والسلام، حتى إذا ما رأيته في المنام عرفت أنه هو صلوات الله وسلامه عليه. وقد عني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم بصفته الظاهرة عليه الصلاة والسلام عناية فائقة. جاءتنا أحاديث كثيرة تتجاوز ربما العشرة تصف لنا هيئته عليه الصلاة والسلام، تصف لنا خلقته الظاهرة. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وحديث أنس، وحديث جابر، وحديث هند بن أبي هاب، أحاديث كثيرة تقرؤونها في الشمائل وغيرها. وتتابع العلماء على الاهتمام بهذا الباب وهذا الجانب من شمائله عليه الصلاة والسلام، فكتبوا في الشمائل كتبا كثيرة، ومن أشهرها كتاب الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. جمع أحاديث كثيرة تتعلق بشمائله صلوات الله وسلامه عليه، بصفته الظاهرة، بهديه في أكله وشربه ودخوله وخروجه ونومه، كل ما يتعلق به في هديه في كل ما يتعلق به عليه الصلاة والسلام. بل كتب العلماء في ذلك كتبا، لم يجمعوا أحاديث فقط، كتبوا مؤلفات وصنفوا مصنفات تتعلق بالشمائل، كما كتب النبهاني له كتاب من أحسن ما كتب في هذا الباب. تتابع العلماء على هذا، فأكثر من التأليف ما بين منثور ومنظوم، حتى الأنظمة الشعرية كثيرة تصف لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أحسن هذه الأنظار نظم كنا قد قرأناه على غير واحد من مشايخنا لأحد الشناقطة، نظم بن حنبل الحسني، عبد الله الزاري بن حنبل الحسني رحمه الله، نظم مختصر في شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته الظاهرة. ومن اللطائف وعجيب الاتفاقات أنني قرأته على شيخين من مشيختي، أحدهما قرأته عليه بمكة قبالة الكعبة، والآخر قرأته عليه جنب الروضة الشريفة في المدينة المنورة. هذا من اللطائف العجيبة، يعني في قرب مسجد رسول الله وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظم حسن رائع يقول في مطلعه: حمدا لمن شرف روح الحق بحسن خلقه وحسن الخلق، صلى عليه بارئ البرايا من خصه بأفضل المزايا، هذا ولما فاتنا مرأى النبي وكان أسنى مطلب ومرغبي وكان
البرية مزية أعظم بها مزية، مزية أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أمتي من يود أو يتمنى أن يراني بماله وبلده، ينفق ماله كله من أجل أن يرى صفحة وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: وكان في نعوته البهية مزية عظيم بها مزية، قد دون الحفاظ منها جملا جليلة تكسو الدرار خجلا. فقلت ناقلا عن الحفاظ محافظا جهدي على الألفاظ: قد كان أحسن الورى وأكملا، وكان أبهى صورة وأجملا. وأخذ يصفه صلى الله عليه وسلم بدقة متناهية من خلال الأحاديث الشريفة التي صحت في صفته عليه الصلاة والسلام. وقد وقع الاختيار في هذا اللقاء على حديث أم معبد رضي الله عنها وأرضاه، ويقولون أدق وصف وصف المرأة، وأم معبد امرأة اسمها عاتكة بنت خالد الخزاعية رضي الله عنها وأرضاه، كانت امرأة برزة كبيرة جلدة من أهل البادية. مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الهجرة حين هاجر من مكة إلى المدينة، مر في طريقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه المرأة المباركة، فوقعت قصة من جملتها أنها ذكرت أوصافه عليه الصلاة والسلام. وحديث أم معبد حديث اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه حسن، رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الإمام الذهبي، ورواه البيهقي في الدلائل، ورواه البزار، ورواه البغوي وابن السكني والطبراني وغير واحد، وله شواهد كثيرة تدل على ثبوته، فالحديث ثابت إن شاء الله. أذكر لكم القصة مختصرة حتى نصل إلى بيت القصيد. حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومع أبي بكر مولاه عامر بن فهيرة، ومعهم عبد الله بن بريقة، وكان رجلا ماهرا خريتا خبيرا بالطرق، كان هو الذي يقودهم في هذه الرحلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الطريق مروا بخيمة أم معبد رضي الله عنها وأرضاها، وقلت: وكانت امرأة برزة، بمعنى تبرز للناس، عجوز لا طمع فيها، ليست كالشابات من صغيرات السن من ذوات الخدود، كانت عجوزة كبيرة في السن، تلتحف خيمتها، تنام في خيمتها ولا تدخل إلى الخدر، وكانت معروفة بكرمها، فربما مر عليها من يمر فتكرمه وتسقيه وتطعمه. مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر وعامر بن هريرة وعبد الله بن وريقة. أتياها ونزلا عندها وهم مسنتون، كما جاء في الحديث، مسنتون أي أصابتهم سنة، لكن عام كانت سنة مجدبة، سنة فيها قحط، فيها جذب، فيها قلة ماء وقلة طعام. مر بها ونزلا عندها فسألها طعاما، سألها طعاما، قالت: والله لو كان من شيء لما أوعزكم القرى، وكان جعلنا شيء، ليس مثلنا من يبخل بالقرى، القرى ما يقدم للضيف. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر الخيمة فرأى شاة، قال: ما هذه الشاة؟ وش هذه الشاة؟ فقالت أم معبد رضي الله عنها وأرضاها، وكانت لما تسلم بعد لا تعرف شيئا عن الإسلام، فقالت: شاة أقعدها الجهد أن تلحق بصاحبها من غنم، شاة ضعيفة أقعدها أو حبسها وأخرها الجهد، بمعنى هزيلة ضعيفة.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتأذنين بحلبها؟ قالت له: والله يا رسول الله ما تبض بقطرة لبن. على أذني أنت مهم أذني. فأذنت. ولما سألها قال: بأبي أنت وأمي، احلمها إن شئت أن تحلم، لكن ما فيها شيء، ليس فيها قطرة لبن. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشاة وأمسك ضرعها ومسح ذلك الضرع بتلك اليمين، تلك اليمين الشريفة، اليمين المحمدية، تلك اليمين لها ما لها من الأخبار في قصص السيرة، تلك اليمين التي نبع الماء منها في غزوة من الغزوات حين شكى الصحابة العطش، فنبع الماء من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. تلك اليمين وقع بها ما وقع من المعجزات والآيات. والعلماء يقولون: أفضل المياه ماء نبع من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير منهم كان يفضله على ماء زمزم. الماء الذي نبع من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان أظهر في الإعجاز. ماء زمزم خرج من الأرض، وخروج الماء من الأرض معهود، أما خروجه من بين اللحم والدم هذا غاية في الإعجاز. قصة مشهورة، وقد تكلم السيوطي رحمه الله تعالى عن هذا الماء: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع، يليه زمزم، فنهر الكوثر، فنيل مصر، ثم باقي له نيل مصر أيضا له مزية بعد الكوثر أو شيء. قصة عمرو بن العاص وإلقاء الرسالة فيه وما إلى ذلك. الشاهد: تلك اليمين المحمدية المباركة أمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالضرع ومسح عليه، فامتلأ الضرع باللبن، وفرجت الشاة عن رجليها، وسقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للقوم، وصب لبنا ثاجا حتى عداه البهاء، والبهاء في الحديث هي الرغوة، امتلأ الإناء من الحليب حتى علته الرغوة، فسقاهم جميعا وشربوا حتى ارتووا، وكان صلى الله عليه وسلم آخرهم شربا. ثم دعا بالإناء مرة أخرى فملأه عليه الصلاة والسلام باللبن وتركه لأبي معبد، اتركه لزوجك حتى يرجع، لأبي معبد. وفي ذلك يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفية السيرة مروا على خيمات أم معبد، مروا على خيمات أم معبد وهي على طريقهم بمرصد، وعندها شاة أضر الجهد بها وما لها قوى تشتد، وعندها شاة أضر الجهد بها وما لها قوى تشتد، فمسح النبي منها الضرع فحلبوا ما قد كفروا مسعى، وحلبت بعد إناء آخر ترك ذاك عندها وسافر عليه الصلاة والسلام. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يمضي بايعته على الإسلام وآمنت به، وفارقها النبي عليه الصلاة والسلام. جاء أبو معبد زوجها، زوج عاتكة بنت خالد، فوجد لبنا في بيته في سنة مجدبة. قال: من أين هذا اللبن يا أم معبد؟ والشاة لا حائل ولا حلوبة في البيت، من جاك اللبن؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها: والله لقد مر بنا رجل مبارك، مر بنا رجل مبارك صلى الله عليه وسلم. فقالت: فوقع كذا وكذا. قال: صفيه لي يوم معبد. قال: صفيه لي يوم معبد. فأخذت تصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ووصفها له من أدق الأوصاف. قالت رضي الله عنها وأرضاها: رأيت رجلا ظاهر الوضاقة، أبلد الوجه، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة، وسيم قسيم في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع،
وفي لحيته كثافة، أزج مقرا. إذا صمت يعني سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء، أحسن الناس وأبهاه من بعيد، وأحسنه وأجمله من قريب. حلو المنطق، كلام حلو المنطق، فصلا لا هذر لا نزر ولا هذر. قالت كأن كلامه خرزات نظم يتحدرن، كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن، ربعة من الرجال، ربعة وسط، لا تشنوه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا، وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال سمعوا لمقالي، وإذا أمر ائتمروا أو تبادروا إلى أمره، محشود محفود، لا عابس ولا مفلت أو مفلت. وبعد فقال بعد أن ذكرت له هذا الوصف، قال أبو معبد: هذا والله صاحب قريش، هذا والله صاحب قريش، ولقد هممت أن أصحبه، سمعت أنه نبي، ووالله لأفعلن ذلك متى وجدت إلى ذلك سبيلا، ليس أصحبه وأؤمن به. ثم مر الناس إلى حالهم، فسمعت قريش قائلا يقول ولا يدرون من صاحب هذا الكلام، سمعوا أبياتا، نبأتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على خيمة معبد، جزى الله رب العرش خير جزائه، رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزلا بالبر ثم تروحا، فأفلح من أمسى رفيق محمد، ليهل بني كعب مكان فتاتهم، ومقعدها للمؤمنين بمرصد. يا سعدها أم معبد، مر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يا سعدها. قالت، حتى نرجع إلى الأوصاف التي ذكرتها، قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. الوضاءة في اللغة العربية الحسن والنظافة، ظاهر الوضاءة أي ظاهر الجمال والنظافة، ومنه الوضوء، الوضوء مشتق من الوضاعة، أن الوضوء اشتق من وضاءته وفسر بالحسن والنظافة. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة أي الحسن والجمال، عليه الصلاة والسلام حسنه وجماله وصفاء وجهه ونظافته بادية ظاهرة، رأيت رجلا ظاهر الوضاءة. يقول العلماء: إذا كان يوسف عليه السلام قد أوتي شطر الحسن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي الحسن كله. جاء في حديث أخرى فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي وغيره، قال: يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. من يرى؟ يقول لك: ما رأيت قبله ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث: لا رأيت وجهه رأيت الشمس طالعة، لمش مبالغات من الصحابة، حقائق، نور عظيم، يتلألأ وجهه كتلألؤ القمر عليه الصلاة والسلام. وشبهه الصحابة بالبدر في الحسن والوضاءة والنور، وجهه يتلألأ نورا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حنبل الحسن في شهر الشمائل: يزري بهاء وجهه الحسان بالبدر في ليلة اطفيان، بل إن رأيته رأيت الشمس طالعة فطب بذاك نفسا، عليه الصلاة والسلام. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه، يقول البلج الصفاء، أبلج وجهه صافي، ومن معانيه وجود البياض والصفاء ما بين الحاجبين، وهذا محل خلاف بين أهلهم، سيأتي الحديث عنه. أبلج الوجه من البلد وهو البياض، وهو البياض. جاء في أحاديث أخرى: كان عليه الصلاة والسلام ليس بالأبيض الأمهق،
ليس بالأبيض الأمهق ولا الآدم. الأبيض الأمهق ذلك البياض الشديد، ذلك البياض الشديد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أصفر عليه الصلاة والسلام، بل كان أبيضا مشربا بحمرة، كان أبيض عليه الصلاة والسلام مشربا بحمرة، فيه شيء من الحمر، وهذا أحسن ما يكون من الأوصاف. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاحة أبلج الوجه حسن الخلق، خلقه حسن، وقد اختصرت الكثير من أوصافه عليه الصلاة والسلام بقولها حسن الخلق، أن خلقه معتدل كل عضو في محله، خلقته أكمل خلقة عليه الصلاة والسلام. ثم قالت لم تعبه ثجلة ولم تزر به صعلة. الثجلة عظم البطن، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمينا ولا عظيم البطن، بل صحت الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان سواء البطن والصدر مستويا، عليه الصلاة والسلام كان سواء الصدر والبطن. تقول أم عبد لم تعبه ثجلة، والثجلة عيب عند العرب، كبر البطن هل هي الثجلة، أو ما يكون من سمن باد ناتئ في الخاصرتين، هذا معين. فعند يعني ليس من الكمال في الخلقة والهيئة. فأم عبد تقول لم تعبه ثجلة مستوي البطن ولم تزري به صعلة. الصعلة صغر الرأس، الصعلة صغر الرأس. قالت هي أنه ليس سمينا وليس صغير الرأس ومعتدل، أحيانا قد يكون الإنسان سمينا ورأسه صغير، هذا ليس من كمال الخلقة. فهو عليه الصلاة والسلام سواء البطن والصدر وعظيم الهامة. جاء في أحاديث أخرى أنه عليه الصلاة والسلام كان عظيم الهامة، يعني رأسه في غاية الاعتدال والكمال، صغيرا ولا كبيرا جدا، فيه طول مع استدارة كما جاء في الحديث. قالت رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه فجلة ولم تزر به صعلة. قالت وسيم قسيم، وسيم يعني شباب بالدرجة التعليم، جميل وسيم من الوسامة، جميل عليه الصلاة والسلام، بل هو أجمل خلق الله. وذكر العلماء كما ذكرت قبل قليل أنه إذا كان يوسف عليه السلام وقد أوتي شطر الحسن، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد أوتي الحسن كله، فإن قيل لما لم تحصل الفتنة به كما وصفت ليوسف، يوسف وقع الفتن به، فتنت به النسوة، وفتنت قبل ذلك به امرأة العزيز، فإن قيل فما باله عليه الصلاة والسلام لم يقع الفتن به كما وقع ليوسف؟ قال العلماء لأن الله سبحانه وتعالى زاده إلى الحسن والجمال الهيبة والجلال، فلا تتجرأ النساء عليه، كان مهيبا صلوات الله وسلامه عليه. جاء في أحاديث أخرى في الشمائل من رآه بداهة أو بديهة هاب، ومن خالطه معرفة أحبه عليه الصلاة والسلام، من رآه بديهة هاب. شوف الأعرابي جاء رجل جاء ليكلم، فلما رآها ارتعدت فرائصه هيبة منه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على كتفيه، قول قال له هون عليك، فإنني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، يعني أنا منكم وأنتم مني، أنا يعني رجل من قريش. فقالت وسيم قسيم، القسيم تقصد بذلك حسن قسمات وجهه، أو أن كل عضو من أعضائه في غاية الكمال والاعتدال، الرأس مع الصدر مع البطن مع الكتف، كان ضخم الكراديس عليه الصلاة والسلام، كراديس هذه العظام، وكان عليه الصلاة والسلام ضرب اللحم لا مكلثما ولا مطهما، معنى كان ليس سمينا ولا نحيلا.
في غاية من القوة والفحولة وعلامات الرجولة، قالت: وسيم قصيم. ثم قالت رضي الله عنها وارضاها: في عينيه دعج. في عينيه دعج، ما هو الدعج؟ شدة سواد السواد وبياض بياض العين، السواد سواد والبياض بياض. وجاء في بعض الحديث من بعض روايات حديث ام معبد: اكحل احور من الحور، ومنه الحور العين. ها الحور يعني عين كبيره، فايتم عين الغزال عين كبيره، والبياض بياض والسواد سواد، شده بياض البياض وشده سواد السواد. كان صلى الله عليه وسلم اسود العين صلوات الله وسلامه عليه. قالت: في عينيه دعج، وفي اشفاره وقف. هذا هو الاشفار، اهداب التي تكون في العين. وقف، ما معنى وقف؟ اي طول مع التثني الخفيف، وهذا اكمل ما يقول من الاشفار. كان مشفر العينين عليه الصلاه والسلام، كما يقول احنا مشفر العينين. فاهداب عينين فيها طول مع تثني يسير، الحناء يسير. قالت: في عينيه دعج، وفي اشفاره وقف عليه الصلاه والسلام، وفي صوته صحل. بعض الروايات تسيبه صهل، صحل. كانت له بحة تزين صوته عليه الصلاة والسلام، بحة خفيفة تزين صوته إذا تكلم صلوات الله وسلامه عليه. قالت: في صوته صحل، وفي عنقه سطع. العنق أبيض يسطع كبياض الفضة. جاء في أحاديث أخرى بأن عنقه كجيد دمية عليه الصلاة والسلام، شدة البياض والنقاء. لا يوجد شيء من هذه النتوء او هذه الاشياء، لا يوجد شيء من هذا. قالت: في صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثافه. الكثافه دقه الشعر مع استدارته، هذا من معاني كونه صلى الله عليه وسلم. يعني الشعر دقيق لكنه كثير. كان شعر لحيته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كثيفا في استدارته، لحيته مستديره عليه الصلاه والسلام. قالت: في لحيته كثافه. ثم قالت: ازج اقرن. وجدت في بعض الاحاديث انه ازج في غير قرن. ما معنى ازج؟ يعني ازج الحواجب. ازج الحواجب هو من حاجبه فيه مطول طوال في رقة، وشيرقة وشمزل، هذا هو أزج. أقرن يعني مقترن الحاجبين أو غير مقترن، وهو الصحيح الأظهر والأصح. أزج أقرن أي في غير قرن، فهو صلى الله عليه وسلم ممتد الحاجبين في طول في غير قرن وش مقترنين. هذا من معاني البلج أيضا. هذا بعض ما يتعلق بوجهه صلى الله عليه وسلم. وجاء في أحاديث أخرى أنه ضليع الفم، ليس صغير الفم جدا، وكبير لكنه إلى التوسط أقرب، هو أكمل ما يكون. وكذلك كان أقنى العرنين، كان أنفه صلى الله عليه وسلم أشهر فيه احتداب يسير هكذا بالدرجة، يعني نيفه منكود عليه الصلاة والسلام، لكن شوية فيه احتداب يسير أكمل ما يكون من الأنف. وكان أسيل الخدين ممسوحهما، كان لم يكن فيه سمن أو انتفاخ، كان أسيل الخدين لكن ليس سمينا عليه الصلاة والسلام، أسيل أي ممسوح الخدين في استدارتهما. هذا ما يتعلق بوجهه صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: إذا صمت عليه الوقار، إذا سكت كان سكت، عليه هيبة وجلال ووقار، وإذا تكلم سماه وعلاه البهاء. يتكلم عليه الصلاة والسلام يزداد نوراً وتلألماً وجمالاً. ثم قالت: أحسن الناس وأبهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، رأيته من بعيد جميل، وأجمله وأحسنه من قريب. يعني هو جميل جميل، قريباً كان أو بعيداً عليه الصلاة والسلام. ثم قالت: حلو المنطق، كلامه حلو عجيب، إذا تكلم لا تمل من سماعه. حلو المنطق، فصلا لا نزر ولا هذر، ما
تريد أن تقول بأن كلامه صلى الله عليه وسلم حلو تطرب له الأسماع، تميل إليه القلوب، لكن كلامه فصل قصد وسط، ليس مهذارا مكثارا من الكلام، وليس صموتا ما يتكلم أو يتكلم في توافي الأشياء. هذا من معاني قولها لا نزر ولا هدر، النزر من الشيء التافه القليل، يعني لا يقول كلام. تجد هذا معين في الأخلاق، إنسان أحيانا يكون في الجماعة لا يكاد يتكلم ويدخل حرج على الجماعة، الجميع ينتظر منه يتكلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا هكذا ولا ليس مكثارا مهذارا في الكلام، وليس كذلك صموتا لا يكاد يتكلم أو يتكلم في توابي الأشياء، كان كلامه فصلا يتكلم بميزان واعتدال عليه الصلاة والسلام، كل شيء بميزان واعتدال. قالت حلو المنطق فصلا لا نزر ولا هرب. شوف المعنى كيف تصل. قالت كأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا. الخرزات جمع خرزة وهي حبة العقد. رأيتم السبحة؟ أعطيني السبحة كيف سبحة. هذه الخرزات، خرزات، شفت خرزة؟ هذه الخرزة وهذا هو السك، عندك السك وعندك الخرزة. قلت لك كلامه منظم مرتب كالحبات المتراسلة، يخرج الكلام من فمه صلى الله عليه وسلم كاللؤلؤ المرتب المتوالي، في غاية الإحكام وغاية النظام وغاية الجمال والترتيب، كأن منطقه خرزات نظم يتحكم، لؤلؤ تعقبها لؤلؤ، كل كلمة تسمعها يشدك بكلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قالت رضي الله عنها وأرضاها ربعة من الرجال. ما معنى ربعة؟ يعني معتدل القامة، الربعة من الرجال أي معتدل القامة، ليس بالطويل وليس بالقصير، جاء في حديث علي ليس بالطويل البالغ، ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل البالغ ولا بالقصير المتردد، في حديث أخرى ولا بالقصير الممغط أو الممغط كما في بعض الروايات، ليس طويلا ولا قصيرا، ربعة وسط. تقول لكن انظروا واسمعوا إلى وصفها، ما قالت لم تقل ليس بالطويل ولا بالقصير، قلنا المرأة إذا وصفت فأدق الوصف وصفها، فقالت لك لا تشنأه من طول ولا تقتحمه العين من قصر، غاية بالبلاغة، ولا عجب كانت بدوية فلها حظ كبير من الفصاحة والبلاغة وحسن التعبير، كانت قادرة تقول ربعة ليس بالطويل ولا لا عبر التعبير آخر، ما قالش ليس بالطويل ولا قصير، قالت لا تشنأه من طول، لا تشنأه من طول، من الطول ما يشنأ صاحبه، ولا تقتحمه العين من قصر قصير، تقتحمه العين وتحيط به، شوف تعبير تحت الكلام أم معبد رضي الله عنه. والعلماء يقولون هذا مذكور في الشمال أنه كان صلى الله عليه وسلم ربعة وسط، لكن إذا ما شاه غيره فلا يطوله، يقول ابن حنبل ومع ذا يطول من ما شاه إذا ليس يعلوه الورى حاجه عليه الصلاة والسلام، في مسألة بحث على كل حال. قالت ربعة، اسمع عملي ربعة ليس بالطويل، قال وش قال؟ لا تشنوه من مول ولا تقتحمه العين من قصر، اسمع عملي غصن، شوف عجيب أم عبد وصف عليك، غصن بين غصنين، قالتك شوف إذا كان غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة من ضرر وأحسنهم قدرا، إذا رأيت ثلاثة أغصان وكل واحد فيهم هو أجمل تلك الأغصان، قالت غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة من ضرر، أحسن الثلاثة صورة وهيئة، إذا ترى بعيد هذا أحسنهم، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا ومنزلا. فكان صلى الله عليه وسلم معتدل القامة وهو إلى الطول أقرب وليس قريبا القصر، معتدل إلى الطول شوي أقرب، وهذا أكمل ما يكون من الأوصاف. عجيب، إذا أختصر حتى نبقي بقية الحديث عن حقوقه صلى الله عليه وسلم وللحديث صلة بعد الأذان بإذن الله وحقه.
وقدموه بين يديه. لا عابد ولا
لم يكن مكفهر الوجه، بل كان مشرقه عليه الصلاة والسلام، كانت البشاشة تعلو وجهه صلى الله عليه وسلم، يهش ويبش لكل مقبل عليه أو ناظر إليه يبتسم لوجهه صلى الله عليه وسلم. لا عجز، لم يكن العروس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مفند، مفند أو مفند، قال مفند أي متكبر على غيره أو يحتقر لغيره أو يفند غيره. لم يكن من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن يحرج أحدا أبدا، هذا خلق كريم ورفيع. تأملت في هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته الشريفة من أولها، لن تظفر بموقف واحد أدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم حرجا على غيره أبدا، غاية في مراعاة الناس وجبر خاطر. حتى مرة تعرف حديث الصيد لما كان في الحج وقدموا له صيدا فرده لأنه محرم، والمحرم لا يحل له الصيد، قال له بعد ذلك نعلم منه إلا أننا حرم، قد مدرون في ملك رانا المحرمين. شوف المراعاة، مراعاة خواطر الناس. وحديث على رسلكم ما إنها أشياء عجيبة، كيف كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم الناس. قصة عدم قتله للمنافقين، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وكان ربما خفف في الصلاة لما يسمع من بكاء الصبي حتى لا يدخل حرجا على أمه، خفف الصلاة يسرع في الصلاة حتى لا يحرج أم الصبي الذي يسمع بكاءه صلوات الله وسلامه عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا طرف يسير من صفته الظاهرة عليه الصلاة والسلام. ومن أراد توسعا وبسطا فليراجع كتب الشمال، ومن أقربها الشمال المحمدية لإمام أبي عيسى الترمذي، فصول الأولى كلها في ذكر صفاته الظاهرة عليه الصلاة والسلام بالتفصيل والتدقيق، حتى في أعضاء جسده صلى الله عليه وسلم، كان ضخم الكراديس والكراديس رؤوس العظام، كيف كان يمشي كأنه ينحط من صدر، وكيف كان يلتفت، وكيف كان يغضب، في عرق في جبهته عرق يدر بالغضب، أشياء تفاصيل ودقائق تجدونها في كتب الشمال. خير ما أختم به حديث موجز عن حقوقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أمته. الحقوق كثيرة والدقائق معدودة يسيرة قصيرة، لكنها إشارات. كم بقي؟ 10، 7، 5. نعم، حقوق كثيرة. أول حقوقه صلى الله عليه وسلم على الأمة، أمة الإجابة وأمة الدعوة، على الناس حق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به واجب على كل إنسان بلغته الرسالة وقامت عليه الحجة، فالإيمان به واجب. الإيمان به خروج من ظلمات الوهم والشرك والكفر إلى نور المعرفة والتوحيد والإيمان. قال سبحانه وتعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. آيات تأمر بالإيمان به كثيرة، ولا إسلام للإنسان إلا بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام له مقتضيات، ليست كلمة تلوك بالألسنة أو تدعى كلاما ومقالا. الإيمان له مقتضيات،
ما معنى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن نؤمن ونصدق أنه مرسل من عندنا، وهذا يقتضي تصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الإيمان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصدقه في كل شيء يأتي به من خبر الأرض أو خبر السماء، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق وصدق به، فرسول الله صلى الله عليه وسلم صادق مصدق في كل شيء، وطاعته وامتثال ما يأمر به، ما يأمر به يفعل، وما ينهى عنه يترك، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. معنى أنك مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقتضي منك ألا تعبد الله إلا بما جاءك به الإسلام، فلا سبيل إلى عبادة الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. وجاء الصحيح صحيح حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا من معاني الإيمان به. الحق الثاني طاعته، امتثال أمره، اجتناب نهيه، ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله به. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله، آيات كثيرة تقترن فيها طاعة الله بطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله من تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، من عصاني فقد عصى. وجاء في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام واجبة، تعظيم أمره ونهيه واجب. ثالثا: اتباع من حقوقه صلى الله عليه وسلم. قلنا الإيمان الطاعة، المتابعة، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وهذا من أعظم علامات المحبة، الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في كل شيء. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة وقدوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هديه. وجاء عن سفيان بن عيينة فيما أخرجه الخطيب البغدادي وغيره، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأعظم الذي تعرض عليه الأشياء. الميزان هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الميزان الذي تعرض عليه الأقوال والأفعال والأحوال. فما وافق هديه صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وما خالفه فهو مردود. فالاقتداء به صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير من أعظم علامات الإيمان به ومحبته الصادقة. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وارضاهم كانوا يقذفون أثره عليه الصلاة والسلام في صغير الأمور وكبيرها. تصور الشيء يسيرا، إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل يفعلون من شدة حبهم له عليه الصلاة والسلام. وذلك التحقق أو تحقيق معنى الاقتداء في النفس مما يزيدك حبا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس أحيانا تؤثر عليه الصنعة الفقهية، يقرأ شوية الفقه وأصول الفقه، يبدأ يفرق بين الواجب والمستحب، هذا شيء جميل، لكن أحيانا يؤثر فيه، فكان سنة عادي مفروض، هذا مستحب لا بأس، فيصير عنده شيء من التساهل المذموم. ولذلك إذا أردت أن تحيي السنن في نفسك لا تنظر إليها على أنها سنة ومستحبة، انظر إليها على أنه فعلها حبيبك صلى الله عليه وسلم. أنا مثلا لكم مثال، يعني زمان كنا صغار شوي، كنا نعتقد بأن الشرب جالسا واجب وقت ما، قال به بعض الفقهاء، وبعد أن قرأنا قليلا وتفقهنا قليلا أدركنا بأن مذهب الجمهور يعني أن الشرب قياما مكروه وليس حرام، وأن الشرب جلوسا مستحب، وش واجب من السنة. فمن نفس
يعرف أنه واجب ويعرف أنه مستحب ولا يقول بوجوبه، لكن حين يفعل هذا يتذكر يقول كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني بغض النظر واجب ولا لا، لا ماذا كان يفعله ففعله. استحضر دائما، راح تشوف مثلا كان صلى الله عليه وسلم يجلس بيشرب فتجلس كما كان يجلس عليه الصلاه والسلام، بعيدا عن قولك بالوجوب او الاستحباب، وانما من باب الاقتداء به عليه الصلاه والسلام. وهنا مساله مهمه، وهي اهميه تعلم سيرته عليه الصلاه والسلام. لا سبيل الى الاقتداء به واقتفاء اثره الا بمعرفه سيرته. معرفه السيره لها مدخل في كل حقوقه صلى الله عليه وسلم كما سبينا. لا يكمل ايمانك حتى تعرف سيرته صلوات الله وسلامه عليه. لا تكمل طاعتك له حتى تعرف سيرته عليه الصلاه والسلام. لا يكمل اتباعك واقتداؤك به صلى الله عليه وسلم حتى تعرف سيرته، ام لم يعرفوا رسوله فهم له منكرون. تعرف شتى لابد تعرف السنه، كيف لك ان تطبق السنه او تقتدي بصاحب السنه عليه الصلاه والسلام. رابعا، من اعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته، المحبه الصادقه. قال عليه الصلاه والسلام كما في الصحيحين: لا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. في الصحيحين. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا انت احب الي من كل احد الا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى من نفسك. قال: الان يا رسول الله، والله لا انت احب الي حتى من نفسي. هذا في البخاري. قال سبحانه وتعالى: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم مقتضيات الإيمان. والمحبة ليست ادعاء باللسان، ادعى أقوام محبة النبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله عز وجل بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يقول تحب الله حقا، تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبرهان المحبة هو الاتباع وتعظيم الأمر والنهي، دعا الناس محبة الله. فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا العمل في القياس شنيع، ولو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. محبة شأنها عظيم، وهناك سبل لتزداد هذه المحبة: قراءة السيرة، مدارستها، إكثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. من أعظم ما تزيد به محبة ما ذكرناه معرفة صفته الظاهرة، يعني مما يزيدك محبة له وشوقا إليه عليه الصلاة والسلام. ورانا خامسة من حقوقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة عليه. يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوا وسلموا على رسول الله عليه الصلاه والسلام. كلما ذكر ان الله وملائكته يصلون على النبي، الصلاه معناها ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، كما قال ابو العالي الرياحي في حديث البخاري مقطوعا عليه: ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاه والسلام كما صحيح: من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشر صلوات. وهذا الشيء يعني معنى الصلاه اختلف العلماء في قيل الرحمه ما معنى ان نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. شو صلاه يعني صلاه؟ صلاه معنى دعاء ثناء رحمه بين الرحمه، وهي من الاله قلت شريف في حق من مقداره منيف، وذاك قول راجح ومرتضى، القول بالرحمه قول قد. قال أبو العالي الرياحي أحد التابعين كما في البخاري: صلاته عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صح، هذه صلاة الله على النبي، فكيف بصلاة الله عليك؟ فببركة ذكرك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصليا مسلما عليه يذكرك ربك ومولاك في الملأ الأعلى. من صلى علي صلاة صلى الله عليه
ببركة الصلاة والتسليم على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيها بركات، شيء عجيب. نقدر نعقد درس مستقل عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي في الصحيح حديث أبي في السنن، قال يا رسول الله اجعل لك من صلاتي ربعها، قال له ان شئت وان زدت فهو خير لك، يعني قال له اندعي ندعي شويه ونصلي عليك شويه. قال له افعل ان شئت وان زدت فهو خير لك. قال اجعل لك يا رسول الله من صلاتي ثلثها، يعني من دعائك صلي عليك، ان شئت وان زدت فهو خير لك، نصفها ثلثيها. قال له يا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها، ليش؟ اسمع بروح اصلي واسلم عليك. قال اذا تكفى همك ويغفر لك. هذه بشارة. ومن جرب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عرف بركتها، لكن تجرب بيقين، مش تجرب هاي الأشياء، تجرب بيقين. وكم شفي من الناس ببركة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخيرا حق تعظيمه وتوقيره ومعرفة قدره بغير غلو. من حقوقه صلى الله عليه وسلم تعظيمه عليه الصلاة والسلام. يجب علينا أن نعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدره. جاء في القرآن قال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه وتعظموه، تسبحوه بكاة واصيلة، تسبحوه أي تسبح الله تعالى. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. شو كيف أنت تكلم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. والآيات التي يتجلى فيها تعظيم الله لنبيه كثيرة، ذكرنا بعضها في مطلع الدرس. ومن ذلك قوله تعالى، استمعوا مليح هذه الآية، قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم ونصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. الله يقول هذا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لحق تعظيما لقدر رسول الله عليه الصلاة والسلام. الآية التي أشرنا إليها بمطلع الدرس، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. ماذا؟ تعظيم لهذه البيعة. قلنا لولا أنه وحي لما تبرأ أحد أن يثني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الثناء. فتعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره في حياته وتعظيمه بعد مماته بتعظيم سنته عليه الصلاة والسلام وتعظيم كل شيء يتعلق به من أعظم أسباب الفتح ومن أعظم أسباب الاستقامة ومن أعظم أسباب النور الذي يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلوب. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم من قيامة يوم تد الشمس للروس، لا يشفع إلا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كما في حديث الشفاعة، وكلهم يقول نفسي نفسي إلا هو، فالفضل له كالشمس، هو الوحيد الذي يقول يا رب أمتي أمتي صلوات الله وسلامه عليه. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي، فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم، دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشا من الديم، وانسب إلى قدره ما شئت من شرف، وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم، فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين. فتعظيمه واجب عليه الصلاة والسلام في غير غلو، فإن ثبوت الخصوصية لا ينافي البشرية. اللهم صل وسلم وبارك وانعم
على حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد وعلى آله وصحبه. لعلي أكتفي بهذا القدر، جزاكم الله تعالى خير الجزاء، وشكر لكم حسن صبركم وإصراركم واستماعكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.